بجدد تحيات للجميع لكل اللي منضمين لراديو ام بي اس. منكمل مع اجائنا الرياضية. كنا قبل شيء عم نحكي عن كرة القدم، هلأ رح نحكي عن جمعية البترون للرياضات البحرية، ورح يحكينا عنها أكثر مالك دو من بترون ووتر سبورتس. مالك صباح الخير. أهلا صباح النور، كيف الصحة؟ ماشي الحال تمام. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، الحمد لله الحمد لله. أهلا وسهلا فيك مالك دو يلي معك اليوم. رح نحكي عن الرياضات البحرية، ورح تحكينا أكثر عن جمعية البترون للرياضات البحرية. خبرنا أكثر عن هذه الجمعية. نحن كجمعية هذا يعني نحن كرياضات مائية وسبشلي بالبترون في منطقة البحر إذا بدي. نعم. عنا بهذه الجمعية نحن من نعطي توعية يبديك بالنشاطات الرياضية من الألواح الشراعية، السيرف، الكايتر، الغطس الحر، الستاندر بادل. نعم. فنحن بجمعية قررنا نعمل الجمعية كرمال في عنا أهداف بشري هلأ بهالأوضاع بلبنان اللي عم نقطع فيها صعب كتير، واللي كان كمان قبل نحكي نحن بيئيا. نحن بلبنان عنا الكورس تبعنا شط البحر ممتد من طرابلس من العبودية للجنوب، عنا هال240 كيلومتر ما بقى بقينا منهم شطوط نظيفة إلا بالبترون جزر بطرابلس والنقورة. فنحن قررنا كجمعية نفتح جمعية كرمال نضلنا على المينيموم، لأن النشاطات الرياضية اللي نحن بنمارسها لها علاقة كتير بالبيئة. يعني إذا البيئة البحرية مجوية نحن عود النشاطات ما بنقدر نمارسها. فقررنا نفتح هذه الجمعية للأهداف منها أنه نحافظ على البيئة البحرية ابتداء من البترون. وردي نحن من قبل كمان كنا نفوت بمظاهرات لها علاقة بالبيئة والتوعية كنقدر نحافظ على اللي بقينا بعد في هذا البلد. نعم. ومن ضمن هذه الأهداف غير أن النشاطات البيئية يعني أنه التوعية بالمدارس بالجامعات، كمان هدفنا الثاني انه نوعي الناس وخصوصي تلاميذ المدارس تلاميذ الجامعات على نوع السبور اللي نحن عنا اياه بلبنان وسبشلي بلبنان، لانه في كثير عالم بيتفاجئوا ان هيدي الرياضه موجوده عنا بلبنان. السيرف والويند سيرف والكايت موجودين عنا بهذا البلد ومن زمان كثير. نحن يعني من اول سكول انفتحت بلبنان استشهد بالبترون نحن معروفين بهذه السبور. نعم. نحن هدفنا انه نوعي هودي اليونج بيبول. وبلس الشق الثاني من ضمن الاهداف هن عندنا اللي عندهم توحد واللي عندهم سبيشال كيس، يعني بيعمل حادث سياره روح ايده انشل منخسره ونزول. هودي نحن كمان اختصاص ضمن اهداف الجمعيه انه نهتم بهودي العالم. لأنه بسفريتي أنا برات لبنان أنا سبونسر كوكسيلفر ميدل إيست. نعم. عندهم دايما بكل المدارس عندهم دايما بارت من المدارس بياخدوا هودي سبيشال كيس بينزلوهم على البحر. من الأسباب إنه اللي عنده توحد الدراسات بتقول إنه أهم ثيرابي لهم هي المي. 80% من اللي عندهم توحد بالعالم أهم ثيرابي لهم هي المي. فنحن قررنا السنة الماضية اتفقنا مع جمعية التوحد بلبنان. نعم. انه نقدر نجيب بس كم تلميذ عندهم توحد نجرب نعملهم شيء بالمول. كانت اكسبيرينس صعبة كثير واكيد حسيت بمعاناة الاهل، شيء يعني شيء كثير مش طبيعي انه يقدروا المعاناة اللي عم بيعانوها. انه انا خدت شوية صغيرة من المعاناة تبعهم وقررت من وقتها وقت نزلوا على المي هودي التلميذ تغيرت حياتهم هيك لساعة، يعني هي الكورس ساعة بساعة كانوا عايشين بغير عالم. المي وقتهن بيدقوا بالمي هذا الشيء بيغير فيهم كثير. نعم نعم نعم. والأهل كمان ارتاحوا بهيدي الساعة. ضمن الأهداف مثل ما قلت لي كمان اللي عامل حادث وسبيشلي أنا بلبنان هودي ثلاث، يعني كل العالم بيقولوا عنهم تابو إنه هيدا معاك أو اللي عنده توحد مريض، هو منه مرض هيدا عنده توحد. فأنا كل شيء تقريبا ضمن هاي الأهداف أنه نوعي العالم أنه لا هودي الناس عندهم قدرات فينا نستعملها.
في ينزل يعمل سبور مثل حي لحدا، لانه نحن فينا نعلم الناس الطبيعيه حيلها سبور بيمشي حاله، بس القوه بيها الجمعيه انه نقدر قد ما فينا نساعد هود الناس من ضمن اهداف هالجمعيه. نعم. طيب هيك نوع من الرياضات البحريه مالك مكلفه؟ هلا بهالاوضاع نحن هلا يعني اليوم نحن الاغراض والاكيبمون اللي بنجيبها بنجيبها من برا. يعني مكلفة. الاسعار هلا صارت يعني انه اقل، مثلا عم نحكي عن الارباح الشرعيه، الارباح الشرعيه نحن عم نحكي السعر تبعها ب 3800 دولار. هيدا سعر من برا، ما فيك تشتريهم، بدك تحولي هالمصريات على الدولار، صار بروسس كثير صعب. واذا بضل الوضع هيك نحن بنوقف، يعني خلص بيوقف شغل حتى بالتور كمان ذات الشيء، كلها اسعار نحن بنجيبها من برا. نحن هلا عم نجرب نعمله انه بهالجمعيه نحن عم نجرب انه بالفند ريزنج في كثير دول يمكن مستعده تقدم هالاكيبمون لهالسكول او لهالجمعيه او لناس موجودين بحبوا هذه الرياضه. نعم. وهي غالية برجع بقول لك يعني اليوم وتسعيرتها يعني اليوم اللي بيمرن عنا بالسكول تسعيرتها كمان غالية. عم نجرب نحن قد ما فينا نكون موازنين شوي السوق بشري هلا بهذا الوضع، لأنه نحن الفرق بينه وبين غير اكتيفيتي البحر دائما بيغير. نحن ما بنقدر يعني مش مثل بالجيم، إذا الكوتش علمك بقلب الجيم إنه هيدا هو الإكزرسيس، بالبحر حسب الموج حسب الهواء حسب الكرم، وكل كل الدروس نحن بناخذها التقس هو بيقرر اذا بنعطي اليوم درس او لا، مش نحن ما بيوقف على نحن، انه اذا حدا بده يجي لانه نحن حيلا نهار بده يحكينا قبل بليله تنأكد على التقس، بنفوت بنشوف على الوزر فوركاست نشر التقس، اذا التقس النهار منيح على هذا الاساس نحن بناخذ الحجزات تبعنا. ونحن بنعلم كل السنه تقول طبعاً هي كل السنة، والهاي سيزن هي بالشتوية. ولعبة is very safe. بالشتوية وين بتصير يعني بالشتوية؟ نعم. بالشتوية وين بتصير؟ بمنطقة البطون. يعني أنا نحن كذا سبوت يعني كذا محل بمنطقة البطون. ببلش من شكة للمدفون حسب الموج وحسب الهواء بكل سبوت بيجي الكونديشنز المغيري. فنحن بنقرر وين لازم نعطي هالتمرين. إذا بيجينرز إذا مبتدئين مش مبتدئين بنرجع بنشدد على هذا الموضوع إنه هيدي اللعبة إز فيري سيف، لأنه عم بتمارسيها بالمي ما فيها أبدا أي خطورة، مثل حياة اللعبة فيك أنت توجهات تبعك باللعبة اللي عم تعملها فيك تروح للإكستريم وفيك تضلك ضمن السيف. نعم. يعني مثل حياة بالسباق فيك تسوقيها على طريق نهار وفيك تسوقيها بالجبل. بيفرقوا بس بيناتهم يعني عم تعمل ذاتي سبورت. It's very safe. شو ما بيصير معك بيكون انت بالمي، واكيد التلاميذ زي ما بيمارسوها بتقس بيكون منيح، حتى بالشتوية من بعض العاصفة بيجي تقس منيح بيمارسوا هاي اللعبة بطريقة كتير آمنة وما في أي خطورة. نعم. على الأشخاص اللي عم بيمارسوا هاي اللعبة عندنا بالمدرسة. نعم. طيب مالك اللي عم يسمعونا هلا وبيحبوا انه يستفسروا او يعرفوا أكثر عن باترون ووتر سبورتس كيف بيتصلوا على أي رقم؟ في عنا نحن فيسبوك بيج، في عنا انستغرام، في عنا ويب سايت، وفي عنا الرقم يلي هو رقمنا يعني هو البيج باترون ووتر سبورت. بفوتوا انستغرام بنبشوا لنا باترون ووتر سبورت، في كل الفيديوز عنا، في ياخذوا معلومات كمان من عن الانستغرام تبعنا وعلى الفيسبوك كمان، وفي عنا هو الرقم تبعنا الرقم هذا 03-156-402 1-03-156-408 رقم كتير هي بتخيل انه يلي بهمه الامر اكيد يسجلوا او يفوت على السوشيال ميديا بباترون ووتر سبورتس انستغرام او فيسبوك بيج. بدي اتشكرك كتير مالك ضو، شكرا لك. لكم بتشكر كل حدا بس بنرجع بنشدد على هيدي الاوضاع، لانه نحن بهذه الاوضاع اللي صارت ببيروت نحن اخترنا شخصين بمرنوا عنا بقلب هالجمعيه.
كوتش يعني بيمرنوا عنا، ويعني نحن بنتشكرهم كثير انه عم تطوع هيك مشاريع، عم نعم تطلع قصص يمكن الناس بامس الحاجه بهالوقت انه يجوا يمارسوا هذه اللعبه بنص البحر بعيد عن كل شيء ستريس. نعم نعم وبتعرفي البحر هو شيء كل شيء قصص مخزنه 100%. سلبيه جواتنا، بتقدر بتمارس الرياضه وحدك بالبحر. وميرسي لكم عن جد، أهلا وسهلا فيك، شكرا لك وشكرا لباترون ووتر سبورتس، وأهلا وسهلا فيكم. أهلا.